السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الدروس السابقة عن بروجكت وايز ازاي ان دي منصة بتقدر تراقب بيها المشروع بتاعك وتعرف ايه الحاجات اللي فيها مشاكل وايه الحاجات اللي تعمل لها سبميت وهكذا. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نضيف الناس للمشروع. فهاجي تحت كده عند العلامة بتاعت السيتنج ديت اللي هي الادمنستريشنز، واقول له ان انا عايز اعمل مانج يور تيم، فبيبدأ يجيب لك الناس اللي موجودة معاك في المشروع. تقدر تقول له اد يوزر وتبدأ تضيف الاشخاص اللي انت عايزهم بالايميل مثلا او بالاسم. تقدر تضيف مانج رولز، يعني في ناس مثلا فيور هيبدأ يبص على المشروع وخلاص، في ناس ليميتد اكسس حاجات معينة هو اللي هيشوفها، في ناس مثلا هو البروجكت مانجر ف تمام يا فندم كل حاجة عنده وهكذا. تقدر تضيف رولز جديدة وتديله صلاحيات معينة زي ما انت عايز. طيب لو رجعنا كده ممكن تعمل سيلكت لأي شخص موجود هنا وتقول له موديفاي رولز وتبدأ تضيف له، يعني هو هنا عمر سليم ده البروجكت ادمنستريتور والتيم ممبر، ممكن تخليه مثلا ليدر، ممكن تخليه هو اللي مسؤول عن القهوة والشاي برضو، و بس بلاش يعمل قهوة عشان ما بعرفش يعمل قهوة. تمام، دوكمنت كنترول ما يضرش، موديفاي رولز سبميت، فهو بقى كل الحاجات ديت ما فيش حد تاني شغال معاه في الشركة. تمام، بس ممكن تعمل امبورت يوزر لو انت عندك ملف معين تقدر تحمل فيه اسامي وايميلات الناس او ملف اكسل، تقدر تحمل الملف دوت ويبدأ كل الناس اللي معاك في الفريق ينضموا ويبقوا موجودين هنا ان شاء الله. هتبعت لهم دعوة اول ما يقفوا يبقوا موجودين عندك وتقدر اي كارثة تلبسها لهم.